السلام عليكم يا صديقي، ماذا تفعلون في العطلة القادمة؟ وعليكم السلام، رجعت إلى قريتي في العطلة القادمة. وعليكم السلام، أنا أيضا رجع إلي قريتي. وعليكم السلام، في هذا العيد لدي مسابقة رياضية في بحام. أين قريتكما؟ قريتي في إيفو في روك. قريتي في باتو فهد جوهور. أين قريتي أكيل وأنيك؟ قريتي في كوليسلانغور. قريتي في بيدانج. وماذا المنظر في قريتك يا أيوب ووافي؟ المشهد في قريتي نظيف وجميل. المشهد في قريتي واسع ورائع. هل تجد حديقة في قريتك أكيل؟ لا يوجد، يوجد حديقة زهور. هل زرع جدك قادر أوتاد متناوية يا أيوب ووافي؟ لا يوجد أنيق. لا شيء أيضا. أتمنى لك رحلة آمنة إلى قريتك ودائين. وإلى اللقاء، السلام عليكم. وإلى اللقاء حسنا. وإلى عليك حسنا. كن هزارا في الطريق إلى المنزل في وقت لاحقا. كيف عدتم جميعا إلى قريتي؟ أنا استغليت القطار. راكبة السيارة. راكبة طائرة. ما هي هوايتك؟ أحب قراءة الكتب العلمية. أحب الطبخ. سأشاهد التلفاز. هل تمارس هذه الهواية في عطلة نهاية على أسبوع؟ لا، سأقرأ في أوقات فراغي. لا، سوف أطبخ في أوقات فراغي. نعم، إيراني مسؤول بمهام المدارة. كيف تستعد لامتحان في شهر المقبل؟ تحدثنا معا. لقد تحدثت معي أنيك. نعم، هذا صحيح. هناك موضوع لا أفهمه، هل يمكنني الدراسة معه؟ نعم، لكن إلى أين سراجع؟ أنا أختي نتحدث في المكتب. أنا موافق، حبدا المناقشة في السيد إسناني بيت الزهور كدان. قد ظهرت SPM، سمعت النتائج اختبار. الحمد لله، حصلت على جيدا جدا في الامتحان. لقد حصل على نتائج ممتازة في تلك الاختبار التجريبياتي. ماذا إنك أنيق؟ من ناحيتان أخرى أشير في الهزو الشهدد لأنني أصل إلى نتيجة إبرة فقط. لا تهزن يا أنيك، يمكنك دراسة معه. نعم، أنا موافق. شكرا إلى جميع نصائحك. أمل النجاح في اختباري التالي إن شاء الله. أتمنى عن ذلك أيضا. لو ذلك، دعينا نواصل المناقشة للامتحان. حسنا حسنا يا أخي، حياً إدلان. أعتقد أن هذه هي المناقشة الوحيدة التي لدينا اليوم. هذا صحيح، لقد تذكرت الآن أنه كان هناك فصل قريب. إذا كان هذا، لقد تحدثت فقط معي أنيك. حسنا،
muhit lina jami'i al-asdiki. Assalamualaikum.